صوت طالع عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. هذه رسالة للليبيين وللثوار، ثوار اللي طلعوا لأجل الحرية ولأجل الحق، والحق اليوم طلع من ليبيا وقاعد في سوريا. أمس السوريين دازوا مقطع فيديو طلبوا فيه سلاح الليبيين، طلبوه جيش السوري الحر طلب السلاح الليبي. يا ليبيين، يا ثوار، يا ثوار، يا تريس، يا مجاهدين، مش ثوار، مجاهدين، ناس طلبوا سلاح. اللي رفع بندقة قاعد يتزاين، الناس طلبوا سلاح، اعطوهم سلاح، دزوا سلاح. ليبيين ناس ربي ما يزن بالجهاد، فيهم القتال، روح القتال فيهم من ابائهم واجدادهم. سوريا صبت وطلبت، ونحن عرب قبل ان نكون حتى ليبيين عرب، وقبلها كلها مسلمين. اتقوا الله، ناس تطلب في فلوس، وناس تطلب في حواشين، وناس تطلب في هنية، وسوريا قاعدين يموتوا، قطعهم الشر ويقتل فيهم بشار. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.